ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تمكن سجينان مغربيان من الهرب من سجن أرلون البلجيكي في ليلة البوناني حسب ما ذكرت تقارير إخبارية محلية. وشرعت الشرطة في عملية بحث أرضي وجوي عن السجينين، وذكرت صحيفة بلجيكية أن السجينين أمين العلوي وعز الدين التوزي تمكن من الهرب مساء الجمعة الماضية من السجن الذي يقع بمنطقة شديدة الحراسة عبر تسلق الجدران والسياجات الأمنية. ونقلت الصحيفة عن بلاغ للمدعي العام أن السجينين ربما تلقيا مساعدة من الخارج، وتم القبض على هارب ثالث يحمل الجنسية الليبية بمحيط المؤسسة السجنية تم استجوابه لاحقا من قبل المحققين.